بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في مواد بتذاكر كل يوم؟ في مواد بتذاكر كل يوم، ازاي ده يا محمد؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا يا جماعة، في مواد دايما حاول تذاكرها كل يوم، مش تذاكرها مذاكرة جديدة، لكن كل يوم تخلي فيه جزء كده ورد من يومك، جزء من يومك لمذاكرة المواد دي. حاجات زي ايه؟ افهمك. الحاجة اللي انت ضعيف فيها، يعني مثلا انا عن نفسي لما كنت ثانوية عامة كنت ضعيف قوي في الترجمة في الانجليزي، كان عندي مشكلة في الانجليزي، ما كنتش قوي قوي في الانجليزي، فكنت عايز احفظ كلمات كتير وعايز احل كتير، فكنت عامل كل يوم نص ساعة انجليزي مهما كان عندي امتحان ايه، كل يوم لازم نص ساعة ايه، نص ساعة انجليزي. فبقيت اخر اليوم اول اليوم نص اليوم اعمل نص ساعة انجليزي، عبارة عن ايه؟ ان انا بجيب كلمات وبقعد احفظها، كلمات جديدة يعني في الترجمة وكده، وفي الاخر بقعد ايه، بقعد اسمع لنفسي، احل مثلا 10 تدريبات على الجرامر، كلمات على تدريبات على الكلمات، يعني كل يوم اعمل نص ساعة عبارة عن ايه، عبارة عن حل في الانجليزي. مع الوقت هتلاقي نفسك عندك في الاسبوع حوالي 3 ساعات ونص، هتلاقي في الشهر كمية مهولة من ايه، من الساعات حوالي 15 ساعة. فهي دي الميزة يا جماعة، انت لو كل يوم تعمل نص ساعة في حاجة انت وحش فيها، هتلاقي بعد شهر شهرين ثلاثة مستواك اتطور جدا. انت دلوقتي في شهر 12 شهر 1 شهر 2 ايا كان الشهر اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده، قدامك وقت. لو انت وحش في الكيمياء، وحش في الفيزياء، وحش في التاريخ، في العربي، في النحو، وخصوصا في البلاغة مثلا، في جزء معين من فرع معين في مادة معينة انت وحش فيه، تعمل ايه؟ كل يوم تخلي ربع ساعة نص ساعة تقعد تحل على الموضوع ده، تقعد تحل على المادة دي. مع الوقت هتلاقي الموضوع بقى ابسط واسهل، مع الوقت هتبقى عندك ممارسة كبيرة جدا، حليت كمية مهولة الاف الاسئلة في المادة دي، هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا بالنسبة لك. ففي مواد تذاكر كل يوم، في مواد تذاكر كل يوم زي مثلا الترجمة في الانجليزي، الكلمات، النحو مثلا في العربي، قطع البلاغة مثلا، عندك مشكلة في الرياضة، انا مش عارف الرياضة انا كنت علم علوم، لكن في الرياضة مثلا هل في فرع معين انت وحش فيه، مسائل معينة، لو كل يوم مثلا تحل 5 مسائل على النوع ده، مع الوقت تلاقي كمية مهولة من المسائل. عشان كده ما تستهونش بالجزء الصغير، مفيش حد بيعمل خطوة كبيرة مرة واحدة يا جماعة، مفيش حد مثلا قعد 10 ساعات خلص المادة خلاص دخل جاب درجة نهائية الحمد لله دخل الكلية هو عايزها، ده ما بيحصلش. اي حد نجح في اي حاجة في حياته بيكون عبارة عن ايه، small steps، خطوات صغيرة، خطوة بخطوة مع التانية، هتلاقي الموضوع بقى ايه، بقى كبير في الاخر. فالموضوع عبارة عن خطوات ايه، خطوات صغيرة بس كده. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام.